السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل بروبلم سي في ميتا هاكر كاب 23 براكتس راوند. البروبلم دي ببساطة بتقول لك اننا عندنا شخص، الشخص دوت قدامه عدد ان من الايام، وهو في كل يوم بيحب ياكل تفاحتين، بس هو في الحقيقة مش معاه التفاح الكافي بان هو يقدر ياكل كل يوم تفاحتين. هو معاه بالظبط 2 في ان ماينس 1، يعني لو هو مثلا قدامه عدد ان من الايام وليكن 3، فهو كده المفروض يكون معاه 6، المفروض يكون معاه 6 تفاحات، بس لا، هو في الحقيقة هيكون معاه 5 تفاحات بس. فالبروبلم طالبة منك ان انت تجيب له وزن التفاحة اللي ناقصة دي بحيث ان هي تحقق له شرط الكونسيستنسي. الكونسيستنسي من وجهة نظر الشخص دوت ان هو كل يوم ياكل تفاحتين بحيث ان مجموع الوزن بتاعهم يكون متساوي في كل الايام. يعني لو مثلا في اليوم الاول كلت تفاحتين 6 و1 7، فكده لازم في كل يوم من الايام اللي جايه ياكل تفاحتين ويكون مجموع الوزن بتاعهم 7، فهنا يقدر ياكل 3 و4 و5 و2. طيب، فانت ببساطه كل المطلوب منك ان انت تجيب له بس وزن التفاحه، يعني هو المفروض يديك التفاح وهيديك الوزن بتاعه، بس هو هيديك الوزن بتاع 2 في ان ماينس 1 تفاح بس، انت بقى مطلوب منك ان انت تجيب الوزن بتاع التفاح الناقصه، وطبعا لازم تحقق بيها شرط الكونسيستنسي. لو مفيش تفاحة قدرت ان انت تجيبها بتحقق الشرط ده، في الحالة دي هنطلع سالب 1. طيب، فلو بصينا على تيست كيسز كده، اول كيس 6 3 1 2 5، فانا هكتبهم هنا سورتد بس عشان نلاحظ. 1 2 3 5 6، هنا هو قالك ان الانسر 4، بحيث ان هو مثلا ممكن في اول يوم ياخد التفاحتين دول 1 و6 ب7، في تاني يوم ياخد 2 و5 يبقى 7، تالت يوم هياخد التلاتة مع الأربعة. تمام. طيب، كيس تانية زي 3 7، 3 7 طبعا واضحة جدا إن أنت ممكن تجيب له واحدة كمان وزنها 7، وبالتالي أنت في اليومين هتاخد 7. تمام. طيب، في الكيس التالتة دي أو في الكيس الرابعة، 3 وحيد 4 9، 3 وحيد 4 9، هنا قال لك سالب 1 لأن أنت لو جيت جربت مش هتلاقي إن أنت تقدر تجيب تفاحة وتحقق بيها الكونديشن. ولكن في الكيس اللي بعدها، 3 وحيد 4 3 9، يعني هنا 3 9، هنا قال لك ممكن تقدر تجيب، يعني ممكن اول يوم تاكل 1 و9، تاني يوم 1 و9 برضه، تالت يوم 1 و9. يبقى انت كده لغايه دلوقتي السمشن بتاعك هو 10، فانت محتاج تجيب تفاحه تاني لما تجمعها مع الاربعه هيديك 10 وهي الستة. تمام. فعشان كده هنا الانسر كان 6. طيب، كيس تانية مثلا زي ان هي تفاحه واحده بس وزنها 1، فطبعا ممكن اجيب تفاحه كمان معاها وزنها 1، يبقى انا كده تمام، دي نفس الوزن او تيفر، حتى مش هتفرق لو وزن تاني، يعني مش هتفرق. طيب، وفي نقطه مهمه جدا، هو قال لك هات لي السمولست بوسيبل ويت، علشان انت ممكن في الكيس الواحده ينفع فيها اكتر من حل، فهو بيقول لك لو في اكتر من حل هات لي اصغر ويت. طيب، دلوقتي بقى بعيدا عن البروبلم، لو انا جيت اديتك 2 في ان تفاحات وقلت لك شوف لي هل من خلالهم اقدر احقق الكونديشن ولا لا، يا ترى ايه احسن طريقه تقدر تاخد بيها تفاحتين كل يوم علشان تتشيك هل الوزن هيكون ثابت ولا لا، او مجموع الوزن هيكون ثابت ولا لا؟ والله هو احسن طريقه ان انت تبتدي تسورت وتاخد الصغير مع الكبير، بعد كده الصغير اللي بعده مع الكبير اللي بعده، بعد كده الصغير اللي بعده مع الكبير اللي بعده، وهكذا. بمعنى اصح، كأنك كده بتمشي تو بوينترز، بتاخد من البوينتر الاول والبوينتر الاخير، البوينتر الثاني والبوينتر اللي بعده، وهكذا. فديت يعتبر احسن طريقه علشان تقدر من خلالها تجمع التفاحات. طيب، لو كان في مثلا اكزامبل مش هينفع معايا حاجه زي كده، يعني مثلا كان 2 3، فانت هنا هتاخد الاولى مع الاخيره هيديك السايز 4، بعد كده ما تيجي تاخد 1 مع 2 مش هتنفع، فانت كده مش هتقدر تكون يعني مش هتقدر تكون الفورمات اللي هو عايزه. تمام. يبقى احنا دلوقتي كده متفقين ان انت عشان تكون او انت عشان تتشيك هل التفاحات اللي معاك دي تقدر من خلالها تعمل المطلوب ولا لا، محتاج تصورتهم وتبتدي تاخد الكبير، اصغر واحد مع اكبر واحد، اصغر واحد مع اكبر واحد، وهكذا. تمشي كده تو بوينترز، بوينتر من الاول وبوينتر من الاخر، وتاخد ده مع ده، وهكذا، وتمشي تو بوينترز، البوينتر ده بيزيد والبوينتر ده بيقل. تمام. طيب، وطبعا لازم العدد بتاعهم طبعا يكون زوجي. اوكي. طيب، نرجع بقى للبروبلم بتاعتنا. البروبلم بتاعتنا هي ما فيهاش الرقم 4 مثلا، فانا محتاج اشوف محتاج اشوف بقى ايه انا هجيب ازاي رقم 4 ده. طيب، مبدئيا انت لو تلاحظ رقم 4 ده كان شغال مع 3، يعني لما كنا هنا حاطين 4، ال4 دوت هو كان عامل بير مع 3، الواحد مثلا كان عامل بير مع 6، الاثنين عامل بير مع 5. طيب، انا انيشالي مش عارف الرقم اللي انا هجيبه ده هو هيعمل بير مع انهي رقم فيهم، فانا في البدايه المفروض ان انا هجرب ان كل رقم منهم هو الرقم اللي هيعمل بير مع الرقم الجديد. تمام. فانا مثلا في الاول خالص هفترض ان الواحد ده هو ده الرقم اللي هيعمل بير مع الرقم الجديد اللي هيدخل لي، وبعد كده هفترض 2 هو ده الرقم اللي هيعمل بير مع الرقم الجديد اللي هيدخل لي، وهفترض 3،
فالتلاتة هنا هلاقي لما انا اجي اجرب التلاتة هلاقي ان هي دي اللي هتنفع، تمام؟ وهفترض الخمسة وهفترض الستة. تاني انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا من كل رقم في دول اجرب ان هو ده الرقم اللي انا هعمل بيه بير مع الويت اللي هيدخل لي او الويت اللي انا هستنتجه. هجرب الواحد واجرب الاثنين واجرب الثلاثه، الثلاثه هي اللي هتنفع في الكيس دي، وهجرب الخمسه واجرب السته، تمام؟ جميل جدا. طيب علشان نجرب حاجه زي كده هنعمل ايه؟ والله كحل بروت فورس هيجي في دماغك، انت هتمشي فور لوب على الاليمنتس وهتبتدي مع كل اليمنت المفروض ان انت هتعمله اكسكلود من الاري او هتخرجه من الاري، وتبتدي تمشي مع بقيه الاري بنفس الالجوريزم اللي احنا قلنا عليه من شويه، اللي هو انت هتمشي بوينتر من هنا وبوينتر من هنا، وتبتدي تاخد 2 مع 6 8، 3 مع 5 اديتك كام؟ هتديك برضه 8. لو تلاحظ ان هنا السايز كان ثابت، تمام؟ او الويت كان ثابت، فده اللي احنا عايزينه. فكده معناها ان انا دلوقتي الريفرنس بتاعي 8، يعني انا محتاج لما اجي ادخل element ادخله مع الواحد بحيث المجموع بتاعهم يكون 8، وهنا الريزلت مثلا هيكون 7. طيب دوت حل، بس مش هو افضل حل، لان هو في المساله كان طالب منك ان لو كان في اكتر من حل فانت بتجيب له السمولست ويت. طيب المفروض هنجرب الاثنين، هنجرب دلوقتي ان الاثنين هي دي الرقم اللي هتعمل بير، وانا كده دلوقتي بقى معايا الاري 1 3 5 6. ابتدي والله ماشي بوينتر من واحد بوينتر من، يبقى اخد 1 مع 6 7 و3 5 8 مش هينفع لان الويت ثابت، فكده الاثنين مش هتنفع. طيب هجرب الثلاثه، كده هتبقى لي الاري 1 2 5 6، تعالى كده 1 و6 7 2 و5 7، يبقى انا كده دلوقتي الريفرنس ويت بتاعي 7، يبقى انا محتاج ادخل ويت مع الثلاثه بحيث يكون السميشن بتاعهم 7، وهنا هيجي الويت 4، يبقى انا كان عندي 7 وكان عندي 4 سو فار لغايه دلوقتي. مين اللي احسن؟ الاحسن هو الاربعه. طيب خلاص يبقى انا كده دلوقتي محتفظ بقيمه الانصر ان الويت 4 هو احسن ويت دلوقتي. طيب هجرب الخمسه، يبقى انا دلوقتي هشيل الخمسه خلاص من الاري، يبقى معايا 1 2 3 6، 1 مع 6 7، 2 و3 5، الويت مش ثابت فكده مش هينفع الخمسه. هجرب ان انا اخد 6 فهيتبقى لي 1 2 3 5، 1 و5 6، 2 و3 5، وكده برده السميشن مش ثابت فكده مش هينفع. فدلوقتي انا احسن حل توصلت له هو ان انا جربت ان الثلاثه هي اللي هعمل لها بير مع الرقم الجديد، والاربعه هو ده الويت اللي انا هدخله. طيب دوت كده الجنرال ايديا او ازاي نقدر يعني نفكر في حل البروبلم. طيب لو تلاحظ هنا احنا كنا بنقول لما كنا بنيجي نجرب كل رقم كنا حرفيا بنمشي تو بوينترز، بوينتر هنا وبوينتر هنا، وبنبتدي نمشي البوينترز ديت لغايه ما بنخلص. هنيجي نجرب الرقم التاني نفس الحوار، هنفضل نمشي من هنا ومن هنا، هنجرب الرقم التالت نفس الحوار، هنمشي من هنا ومن هنا. طيب كومبلكستي حاجه زي كده ايه؟ انت دلوقتي محتاج تجرب كل الارقام، فمبدئيا كومبلكستي ان، وبعد كده هتمشي جواها لوب كمان، علشان هو اكشلي هتمشي على نص الاري بالظبط، تمام؟ علشان تبير كل رقم مع الرقم اللي قصاده، فهتمشي نص ان اللي هو برضو ان، فان في ان ان سكوير، وطبعا دوت كومبلكس كبيره ومش هتنفع مع الالجوريزم بتاعنا، لان هنا الان ممكن توصل 10 اس 5 وكمان معانا تيست كيسز، فحاجه زي كده مش هتنفع. بس مبدئيا هو ده الالجوريزم اللي احنا هنمشي بيه، اللي احنا محتاجين نجرب كل رقم هو ده الرقم اللي انا هعمله بير مع الويت اللي هيدخل لي. بس طريقه التشيكنج احنا محتاجين نغير فيها ونوبتمايز عليها، اللي هو التشيكنج على ايه بالظبط؟ التشيكنج على ان انت بتست بقيه الاري بتاعك في الطريقه اللي انت بتست فيها بقيه الاري. هل في طريقه احسن من ان انا امشي على بقيه الارقام كلها، كل مره امشي على بقيه الارقام؟ فده اللي هنشوفه دلوقتي. طيب احنا لغايه دلوقتي توصلنا لايه؟ توصلنا ان انا المفروض اجرب كل رقم هو ده الرقم اللي انا هعمل له بير مع الويت اللي داخل، صح كده؟ بس المشكله عندنا كانت في ان انا مع كل رقم فيه ببتدي ان انا اجرب امشي على الاري كله وابتدي اتشيك هل الاري ده ينفع ولا لا. فدلوقتي احنا محتاجين نوبتمايز في ايه؟ محتاجين نوبتمايز في حته ان انا اسيرش في بقيه الاري دوت هل هو فاليد ولا لا. طيب ركز معايا كده، احنا هنعملها مره واحده بس، احنا هنسيرش مره واحده بس، يعني هاخد هجرب ان انا اول رقم ده هو اللي هشيله او هو اللي انا هعمل بيه بير مع الرقم الجديد، وابتدي ان انا امشي على بقيه الاري واشوف الويت اللي انا هطلع بيه. فانا هنا هاخد 2 مع 7 وهاخد ثواني، هاخد الاثنين مع 7 وهاخد الثلاثه مع 6 وهاخد الاربعه مع 5، تمام؟ مش مشكلة، في أول مرة لازم إن أنا فعلا أمشي على بقية الأري كله وأبتدي إن أنا أعمل الكونكشنز ما بين الأرقام وبعضها بالمنظر ده. جميل جدا. طيب طبعا هبتدي إن أنا أتشيك عادي جدا، يعني الويت بتاعي 2 و7 9، 3 و6 9، 4 و5 9، ممكن أحطهم في ست مثلا، من خلال الست دي أقدر أعرف هل أنا كده كل الأرقام اللي معايا زي بعض ولا لأ، لو كان السايز بتاع الستة هو واحد يعني. طيب لما أجي بقى أجرب تاني رقم، هل أنا محتاج أعمل الهيصة دي كلها تاني؟ لأ. تعالى كده نشوف تاني رقم هنعمل فيه ايه. 3 4 5 6 7، ادي تاني رقم. تعالى نشوف ايه اللي هيتغير في الكونكشن. بس دلوقتي انا بدل ما كنت بجرب الاثنين مع السبعه، المره دي هجرب الواحد مع السبعه، والثلاثه هجربها مع السته، والاربعه هجربها مع الخمسه. لو تلاحظ الكونكشن اللي اختلفت بس هي الكونكشن ما بين الرقم اللي قبلي واخر رقم،
بدل ما انا كنت بمابل الاثنين مع السبعه، لا المره دي همابل واحد مع السبعه. جرب معاك الرقم اللي بعده، عايزك انت تلاحظ الباترن اللي احنا بنمشي بيه. ادي واحد اثنين ثلاثه. دلوقتي انا بجرب الثلاثه تمام، وهنشوف الكونكشنز ازاي هتمشي. ادي واحد مع السبعه، اثنين مع السته، اربعه مع الخمسه. ايه اللي اختلف في الكونكشنز هنا عن الكونكشنز اللي قبلها؟ الكونكشن اللي قبلها كان في واحد وسبعه، في واحد وسبعه هنا اوكي. الكونكشن اللي قبلها ما كانش فيه اصلا حاجه في الاثنين، وكنا موصلين الثلاثه مع السته. طب انا دلوقتي اصلا بجرب الثلاثه، يعني انا بشيل الثلاثه، ايه اللي حصل بقى لما انا شلت الثلاثه؟ خليت اللي قبلي هو اللي بيشاور على الكونكشن بتاعي تاني، خليت اللي قبلي هو اللي بيشاور على الكونكشن بتاعي، خليت الاثنين هي اللي بتشاور على السته، وبقيه الارقام نفس الكونكشن بالظبط. يبقى نلاحظ هنا تاني كده، انا هنا كنت بجرب الواحد، ودلوقتي هنا جربت الاثنين. عملت ايه لما جيت جربت الاثنين؟ خليت الكونكشن او خليت الرقم اللي قبلي هو اللي بيشاور على الكونكشن بتاعي، يعني الاثنين كان بيشاور على السبعه، خليت الواحد هي اللي بتشاور على السبعه. طب هنا كنت بجرب الثلاثه، خليت اللي قبلي الاثنين هي اللي بتشاور على الكونكشن بتاعي، الكونكشن بتاع الثلاثه كان السته، يبقى خليت الاثنين هي اللي بتشاور على السته. بس حرفيا ده اللي انا بعمله، حرفيا هو ده اللي انا بعمله تمام. فانا كده خلاص مش محتاج ان انا ابتدي امشي كل الريميننج قريب، اجرب ان انا اخد البيرز مع بعضها واجمع وكده، لا انا مش محتاج ده خالص كده. طيب انا ممكن بقى ازاي حاجه زي كده احولها لكود؟ يعني حاجه زي كده ممكن احولها لكود بان انا مبدئيا همشي في اول مره على الاري، طبعا هاكسكلود في المره الاولى بس اول رقم، وبعد كده همشي على الاري بتاعي عادي جدا، وهبتدي ان انا ابير كل رقم مع الرقم اللي بعده، وممكن احط السميشن بتاع كل بير في ست، بحيث ان انا او في ماب مثلا، الماب دي من خلالها بتشيك يعني، او من خلالها بعد الرقم ده ظهر كام مره، او السميشن ده ظهر كام مره تمام. طيب حلو. ولما اجي انزل على الاستيب اللي بعدها، فانا في الماب ببتدي ان انا بس بريموف السميشن اللي كان معمول من اللي قبلي، يعني انا كان قبلي معمول سميشن واحد وسبعه، كان معمول ثمانيه، ف سوري اللي قبلي هنا كان معمول اثنين وسبعه صح كده؟ كان معمول تسعه، فانا ببتدي ان انا اريموف التسعه دي وبزود بس الكونكشن الجديد، يعني بمعنى اصح بريموف الكونكشن القديم وبزود الكونكشن الجديد. في الكونكشن القديم انا كنت حاطط 2 و7 9، الكونكشن الجديد بقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشيل التسعه دي واحط مكانها 1 و7 8. وصلت كده؟ طيب عايزين نحول حاجه زي كده الكود. طيب تعالوا نشوف الكود كده. مبدئيا انا بدخل الان، وبعد كده بعمل السايز بتاعي اللي هو 2 في ان ماينس 1، وبدخل وبعد كده بعرف فيكتور من السايز ده، وبعد كده بدخل الفيكتور بتاعي. في اول مره بس بتشيك لو كان الان بيساوي 1 على طول اخرج السايز اللي هو نفس الاليمنت اللي في الاري، يعني انا الويت اللي انا هجيبها هي هتكون بنفس الويت اللي في الاري، او طبعا باي ويت مش هتفرق يعني. وبس بعد كده بعمل ريتيرن من الفانكشن بتاعتي. غير كده بقى هنبتدي اول حاجه نسورت زي ما اتفقنا تمام، هنبتدي نسورت، وبعد كده هبتدي ان انا امشي اول مره بس، اول مره بس اللي انا بريموف فيها اول رقم وببير بقيه الارقام مع بعض. فانا هنا اللي انا عملته، انا هنا عملت ماب اسمها كونكشن، الكونكشن دي بربط بيها الاندسيز مع بعض. انا عايزك تتخيلها كده زي اللينكد ليست، اللينكد ليست انا كان بيبقى معايا ايتم بربطه بالايتم اللي بعدها تمام. نفس الكلام برضو ممكن تتخيلها از جراف، النودز بتاعت الجراف برضو لما انا باجي اربط نود بنود، هنا نفس الكلام انا هنا عامل ماب كونكشن، الكونكشن دي من خلالها انا بقول ان انا الاندكس واحد انا ربطه مع الاندكس الاخير، الاندكس اثنين انا ربطه مع الاندكس ده، الاندكس ده انا ربطه مع الاندكس ده، وهكذا تمام. طيب وهنا عامل ماب تاني اسمها ماب، هنشوف هنستخدمها في ايه. وهنا انا عامل بوينتر اسمه باك بيساوي الفي دوت سايز ماينس 1، البوينتر ده حاليا واقف هنا عند السبعه تمام. جميل جدا، بمشي من واحد المره دي مش من صفر، هو يعني انا فعلا همشي من واحد، وبقف عند الفي دوت سايز على اثنين، الفي دوت سايز على اثنين ليه؟ لان انا عايز اقف عند الاربعه بالظبط. انا يعني هماب الاثنين مع السبعه، الثلاثه مع السته، الاربعه مع الخمسه، فانا اخري ان انا بقف عند الاربعه تمام. عشان كده انا عرفت بوينتر الباك، بحيث ان انا لما اكون واقف هنا اقول له ان انا هماب الاندكس ده مع الباك، وبعد كده انزل الباك واحد هماب الاندكس ده مع الباك تمام. فعلشان كده هنا انا بوقف اللوب عند الفيديو سايز على اثنين تمام. طيب انا بقول له ان الكونكشن اوف الاي، الكونكشن اوف الاي دلوقتي هو بيساوي الباك بتاعي تمام، والكونكشن اوف الباك بيساوي الاي، يعني انا هنا بربط الاثنين مع السبعه وبربط السبعه مع الاثنين، كانه بالظبط ان دايركتد ايدج كده في الجراف تمام. بس هي طبعا مش بروبلم جراف خالص، انا بس يعني بحاول ان انا ابسط لك الفكره، يعني بربط الاندكس ده مع الاندكس ده، والاندكس ده كمان بربطه مع الاندكس ده. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ الماب دي بقى انا بخزن فيها السميشن. فانا هنا بقول له الماب اوف الفي اوف الاي بلس الفي اوف الباك بلس بلس، يعني بزود في الماب قيمه السميشن بتاعي، قيمه السميشن بتاع البير، يعني هنا انا دلوقتي بقول له حرفيا 2 زائد 7 9، بقول له الماب اوف 9 بلس بلس. جميل جدا. بعد كده بعمل باك ماينس ماينس اللي هو برجع بوينتر الباك. اللوب دي لما تخلص انا كده هكون خلصت حرفيا اول ايتريشن في الالجوريزم بتاعي تمام.
الايتريشن اللي بعد كده انا مش محتاج اعمل الهيصه دي كلها تاني، كل اللي انا هعمله بس ان انا هشيل كونكشن وهشيل السبميشن بتاعها وهعمل كونكشن جديده وهحط السبميشن بتاعها زي ما اتفقنا هنا بالظبط. كل الايدجز او كل الكونكشنز كانت ثابته ما عدا بس كونكشن واحده، وهي الكونكشن بتاعت الرقم اللي انا بشيله، بشيلها خالص وبشيل السبميشن بتاعها من الماب، وبعد كده بحط الكونكشن الجديده اللي هي من الرقم اللي قبلي وبحط السبميشن بتاعها في الماب. طيب تعالوا نشوف حاجه زي كده هنعملها ازاي. مبدئيا انا هنا بتشيك يعني هل من خلال الايتريشن دي قدرت ان انا يعني اعمل المطلوب في المساله، اللي هو انا مثلا اللي هو انا بيكون عندي كل السمشن بتاع الويت ثابت ولا لا. فده نعرفه منين؟ نعرفه من الماب دوت سايز. لو كان الماب دوت سايز دوت بيساوي واحد فمعناها ان هو ما دخلوش غير رقم واحد بس، فده كده تمام جدا، يبقى كده السمشن فعلا طلع متساوي. يبقى انا فاضل لي بس ان انا اجيب قيمه الاكس او قيمه الويت اللي انا عايز ادخله. طيب قيمه الويت اللي انا عايز ادخله هو ايه؟ انا دلوقتي مثلا في الكيس دي كان معايا 2 و7 9، 9 دي كانت ثابته في كله فخلاص الماب دوت سايز كان بيساوي واحد. فانا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اشوف قيمه تنفع مع الواحد بحيث ان السمشن بتاعي يكون 9 وهي ال 8. فببساطه بقول له الماب دوت بيجن دوت فيرست، دوت فيرست اللي هو رقم التسعه ده، بطرح منه بس الفي اوف الزيرو، الفي اوف الزيرو اللي هو الرقم اللي انا كنت شايله اوريدي. ف9 ناقص 1 هيديك 8، وهو ده فعلا الرقم اللي هينفع مع الارقام دي. تمام، يبقى هو ده الرقم فعلا ايه اللي هينفع. طبعا بقول له لو الاكس دوت كان اكبر من الزيرو، لان هو في البروبلم كان طالب منك ان الويت لازم يكون بوزيتيف، فعشان كده بس بتشيك ان الاكس دوت هو اكبر من الزيرو. لو كده بخليه الانسر بيساوي الاكس، وبعد كده هنا هبتدي ان انا اوبتمايز على الانسر دوت لو في حل احسن منه، بمعنى اصح يعني لو في حل اصغر منه او ويت اصغر منه. طيب بمشي بقى على الفيكتور بتاعي تاني او على الاري بتاعتي تاني، ببتدي ان انا اشيل الرقم التاني او اللي هو عند الاندكس واحد. فعشان كده هنا بدات من عند الاندكس واحد وبمشي عادي جدا لغايه الفي دوت سايز. طيب انا هنا بعمل ايه؟ بكل بساطه انا هنا بعمل 3 ستيبس. اول حاجه بريموف الاولد كونكشن، تاني حاجه بكريت النيو كونكشن، تالت حاجه بابديت الانسر لو في ابديت هيحصل. طيب تعالوا نشوف ازاي هنريموف الاولد كونكشن. انا دلوقتي قلت لما انا هكون واقف هنا فانا محتاج ان انا اريموف الكونكشن ما بيني وما بين اللي بعدي، اريموف الكونكشن بتاعي خالص، يعني اريموف ان انا انسى خالص ان الاندكس 2 ده كان مربوط بالاندكس الاخير. سوري. فحاجه زي كده هعملها ازاي؟ انا قلت له مبدئيا لونج لونج التمب بيساوي الفي اوف الاي زائد الفي اوف الكونكشن اوف الاي. يعني انا هنا بقول له السمشن بتاعي اللي انا هشيله برده من الماب هو كان بيساوي 2 زائد ال7 دي اللي هو 9، وبعد كده بقول له الماب اوف التمب ماينس ماينس. تمام، يعني انا كده بشيل السمشن خالص بتاع الكونكشن. فهنا 2 و7 كانت 9، فانا بقول له شيل لي من الماب قيمه ال9 دي. وبعد كده بقول له والله لو كان قيمه الماب اوف التمب ديت بيساوي 0 خلاص اعمل لي ليها اريس خالص من الماب، يعني السايز بتاع الماب ينقص 1. وبعد كده بقى بكريت النيو كونكشن. بكريتها ازاي؟ انا دلوقتي الستارت اللي انا واقف عنده هو قيمه الاي، والاند هو قيمه الكونكشن اوف الاي. يعني هنا مثلا البير بتاعي هو 1 مع اخر اليمنت في الاري اللي هو لو جينا رقمناه 0 1 2 3 4 5 6. اللي انا عايز اعمله دلوقتي دوت الاولد كونكشن. اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا اربط اللي قبلي على طول، اربط الزيرو مع السته ديت. وصلت؟ وبعد كده اربط السته مع الزيرو. يعني لان انا كان قديما انا كان عندي ان انا كنت رابط الواحد مع السته، لا وكنت رابط كمان السته مع الواحد. لا دلوقتي اللي انا عايز اعمله ان انا اربط الرقم اللي قبلي او الاندكس اللي قبلي مع السته مع الاندكس السادس يعني، واربط الاندكس السادس مع الرقم اللي قبلي. ده ببساطه اللي انا عايز اعمله. فهو ده اللي انا هنا بعمله بالظبط، ان انا بقول له الكونكشن اوف الاي ماينس 1. تمام، الكونكشن اوف الاي ماينس 1 بيساوي الاند، والكونكشن اوف الاند بيساوي الاي ماينس 1. وبعد كده ابتدي ان انا احط بقى السمشن بتاعهم في الماب بتاعي. فانا هنا بقول له الماب اوف الفي اوف الاي ماينس 1 زائد الفي اوف الاند بلس بلس. انا كده حطيت السمشن بتاعي. يبقى كده ببساطه اللي انا عملته ان انا عملت ريموف للاولد كونكشن عن طريق ان انا شلت السمشن بتاعهم اللي كان موجود في الماب، وبعد كده رحت عملت الكونكشن الجديده، وبعد كده رحت زودت السمشن في الماب بتاعتي. طيب هنا دلوقتي انا عايز اشوف الانسر بقى بتاعي، هل كده في انسر ولا لا؟ هنعرفه منين؟ هتعرفه لو كان الماب دوت سايز بيساوي واحد. لو كان الماب دوت سايز بيساوي واحد فمعناها ان كده كل ان السمشن كلها كانت لغايه دلوقتي متساويه. ففي الحاله دي انا هنا محتاج ان انا اشوف هل هابديت ولا لا. نفس اللي انا عملته فوق ابتدي ان انا اعمل الفاريبل اللي هو اسمه اكس دوت بيساوي الماب دوت بيجن ناقص الفي اوف الاي بقى المره دي، مش الفي اوف الزيرو، لان انا المره دي هنا بجرب مع كل اليمنت. فانا هنا بقول له ناقص الفي اوف الاي. هنا بقى بقول له لو الاكس كان اكبر من الزيرو مش هابديت على طول. ليه؟ لان انا ممكن في مره يكون الويت اللي معايا هو احسن ويت، فبالتالي انا مش عايز ان انا ابديت على ويت اسوء منه. فانا هنا بس بتشيك لو كان الانسر بيساوي سالب واحد فاكيد احسن لي ان انا ابديت على طول. انما غير كده محتاج اشوف هل قيمه الاكس ديت، قيمه الاكس الجديده او قيمه الويت الجديده اصغر من قيمه الانسر اللي معايا. والله لو كانت اصغر فتمام جدا، يبقى انا هابديت الانسر بالاكس.
وبعد كده في الاخر خالص بس هي اوت الانسر. تمام. طيب اتمنى كده الكود يكون واضح. فبس ده كده كان كود البروبلم. معلش انا عارف ان البروبلم ممكن تكون رخمه شويه. لو في حد برضو ما جمعش حاجه ممكن يكلمني، يكتب في الكومنتس او يبعت لي في اي مكان. انا هسيب اللينكات تحت في الديسكربشن، وكمان انا سايب الكود بتاع البروبلمز السوليوشن يعني بتاع البروبلمز كلها على جيت هاب ريبو، هسيبها لكم برضو ان شاء الله تحت في الديسكربشن لو حد عايزها يعني. وبس كده، ده كان حل البروبلم سي في ميتا هاكر كاب 23 براكتس راوند. سلام.